اللهم بارك الرئيس حسن مع شبيسه زوينه اللهم بارك جوج صنامر شادين خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في مغامره جديده على قناه يلا نصيدو الخوت. بلا ما نطول عليكم متواجدين حاليا ب 40 كيلومتر على مدينه الداخله منطقه سميتها 40 او الكارونت. هذه العلامه اللي معروفه بها غادي تكون مغامره زوينه الخوت مليئه باثاره وتشويق المغامره والتقيوسات تحت الشعار الدائم ديال قناه يلا نصيدو. لما كايناش الحصيله كاينه الجميله الخوت. بلا ما نطول عليكم قبل ما نبداو هذه المغامره بغيتكم تصليو على النبي الحبيب كاملين عليه الصلاه والسلام. غادي نتوجهوا للمصيد سميتو العين البيضاء وعلى مولانا الكريم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم. المهم حنا في صراع مع الوقت الخوت. ضربنا الطريق ديال بصح 3 ايام وحنا جايين حيت جايين الاخوان مشويه علينا دقه وهادشي اللي ديما كنوصي عليه الخوت لا داعي للسرعه. المهم الخوت غادي نتعرفوا على الرياض اللي معايا ان شاء الله في هذه الرحله هذه. المهم راه كاينين ثلاثه السيارات، السياره الاولى الثانيه الثالثه. الرئيس حسن تحياتي مرحبا بناس تيزنيت، الرئيس خالد تحياتي، الرئيس ايوب راه هو. انتم الاخوان دير واحد الاطلاله على السياره هانتوما راه كلشي عامر. ثلاثه الطوموبيلات الاخوان غاديين بحال هكا. المهم المسيبات راهم من فوق على مولانا الكريم. هاد الرحلات الخوت راه كيبغيو مستلزمات ومستلزمات كثيره، واهم حاجه الاخوان اللي كنوصي عليه ديما شويه بنادم يمشي بشويه عليه دقه لا داعيه للسرعه. البحر ما غاديش يهرب والحوت راه الارزاق بيد الله، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى ما يخيبناش ونتفرجوا حنايا ونفرجوكم معانا. والخوت كما كتشوفوا محل السريجم، الشمس غاديه تغرب، حنا في صراع مع الوقت اللي حسن الحظ كاين واحد الصديق ديالنا واحد الكيد دو بيش هو اللي غادي نمشيو عنده موفر لينا الخيمات فين نباتوا الكوزينه وكذلك وفر لنا الطعم. وعلى مولانا الكريم اللي حشمنا وتحياتي. بعد عناء ديال الطريق نوريكم الخوت فين حنا. هما القويطنات الاخوان الرئيس عادل وعادل وعادل تحياتي. الطوموبيلات راه هما قويطنات هما هادو الخوت 20 متر او 30 متر. البحر المصيد هو هذا تبارك الله اللهم بارك. احسن حاجه عندي الاخوان بلا ما نكذب عليكم هي كيكون المكان او القياطر او الماوى فين غتستقروا بجانب البحر. اللهم بارك الخوت اجواء البحر هي هذه. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى جيب صباح الخير اخوان. البارح الخوت اش غادي نقول لكم درناش الريسو بالليل كنا عيانين اصلا ما عارفينش المصيد ما حافظينوش. وهذه واحد النصيحه كنبغي نوجهها لكم الخوت، اي واحد مشى لشي مصيد عبروا مصيد فيه يحاول ما امكن ما يصيدش فيه بالليل الخوت، لان غالبيه الحوادث الليص اللي كتوقع للصيادين كتكون بالليل ما كيكونوش عارفين المصايد ما كيكونوش عارفين الفريق. لذلك حنا تفادينا هذا الشيء ارتاحينا فخنا صباح الخوت. اجواء رائعه ان شاء الله. وعلى مولانا الكريم غادي تعيشوا معنا الاجواء ديال الوجبه الصباحيه ان شاء الله موراها مباشره غادي نمشحطوا. وعلى مولانا تبارك الله اللهم بارك. زوجات العود زويتينات املو المفاجاه او قويطين الخوت الله يسعد النعاس الله على الدكيكه اللهم بارك. الرئيس خالد تقدر تكشف لنا على المفاجاه؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم بارك اللهم بارك.
بسم الله. المهم اخوان هذه هي وجبة الفطور لهذا اليوم الاول ان شاء الله من رحلة الصيد. لما كاينش الحصيلة راه كاينة الكاملة اخوان. على مولانا الكريم هو الرئيس ايوب. الطعيمة الاخوان. هذه كالامار القصيبات فرين فيهم السيبيا الطريقة ديال الطعام الخوتية هذه. جوج صنارات كما كتشوفوا الترقيعة ديال 80 كذلك القصبة الأخرى جوج صنارات لا مامير أخويا لا حدي. بالنسبة لي أنا يا إخوان درت واحد الطعمة فيها الكوطو جوج صنارات كذلك هذه غادي نصيد بها غير هنا في الجناب وقصبة أخرى غادي نشحطها لداخل فيها كالامار وعلى مولانا الكريم واللي حشمنا والله يدير لي فيها الخير ويا ربي تكون شي فراجة نتفرجوا حنايا ونخرجوكم معنا ان شاء الله. تبارك الله اللهم بارك الشريق على بزويناته يا سلام بسم الله ايوب مع شي حاجه ان شاء الله على مولانا على مولانا اللهم يسر سير على الله خويا ايوب مشات الحجر سلام لي اخويا الله يا ربي الله يسخر فيها سير بانت ليا بانت ليا ايوب رايا بانت ليا سير على مولانا يا سمكة الراي الجميلة يا سلام يا سلام سبحان الله العظيم الله على الوينات هاد الراية صغيرة اخوان رجعوها تعيش اذهبي اذهبي يا سير هاد السيارة شوية ترجع السوق تبارك تحب راسها مزالة مصيدة دابا الدورتي سلام ولا هنا الله يسخر اخويا ايوب ابلغ زينة تبارك الله سير اخويا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على بليغ تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله هانتوما الاخوان شو أبلاغ قداش تقريبا جوج شهور الخو تبارك الله اللهم بارك قلت على الكرامار خويا ايوب الله يبارك شحط على الكوربينه الزات هي تبارك الله جوج صنانر شادين الاولى الثانيه ما شاء الله اللهم بارك
الله على الرئيس عادل. حنا كنا كاوا عادي شاد سردينا باغي كنعجنوا البيروطه ان شاء الله. الرئيس تبارك الله بلي حرشه زينه الله يبارك فيك. الله يشعل طعم ايامي سي على مولانا ودا الرئيس ديوب تبارك الله. الله يبارك هذا الشيء علاش اخويا المتاعب ديال السفر وديال الطريق والمسائل طبيعة الحال كيف نجيب كنشوفوا الخير طبيعة الحال تبارك عندنا اخويا في داخل تفقد شبه نادر هادشي كيف بدينا كنشوفوا سبحان الله يا بسم الله سبحان الله العظيم فقط كاين شويه المشقه ديال السفر ولكن على ود هادشي هي ماشي هذاك الشيء اللي كاين على مولانا الله يسخر الله يسخر اللهم بارك الرئيس حسن مع شبيسه زوينه اللهم بارك واحد التقويسه يا سلام اللهم يسر اخويا اللهم يسر اللهم يسر غانجو 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 تبارك الله تبارك الله بليغ اللهم بارك اللهم بارك شو حيدات منا شو الصنارات حيدات منا يعني كانت شاده من الغليغه اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الرئيس حسن تحيات يا خويا شحال التقويسه دارت كبيره تبارك الله كنسحبوها شي كوربينه اللهم بارك الصحه والراحه ودي الرئيس هاهي البليغه تبارك الله الرئيس عادل مع شي بياسه اجري يا بدر اجري تبارك الله اللهم بارك الله يسخر فيها الرئيس عادل الله يسخر اخويا ماشي هي مشات منا بات لي كاينه شي حاجه والله اعلم كاينه 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 الله يسخر الله بدا كيبان رئيسي تبارك الله بليغه 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 هبط قصبه تحت شو الجره صار تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك زيد في ذلك الله يعطيك الصحه الرئيس تبارك الله الله يعطيك الصحه داش كترشى من الرئيس جوج صنانر جوج مشادين فيها يعني زيرو دو جوج شادين وحده ضربه الاولى هي هذه الثانيه ضربتها من الفوق يعني هذه محكومه 100% والله يعطيك الصحه ودي الرئيس هاد العجنه ديال البيلوطه هي اللي جابت الحوت بدينا كنا الرش الريحه جابت السمك على مولانا